اللهم صل وسلم وبارك على افضل المرسلين وحشتوني جدا يا احلى اصدقاء في العالم اصدقاء يوميات لارا العسوله النهارده عندنا فيديو جديد حلو قوي وصفه سلايم سهله جدا بدون غرة بس بطريقه سهله قوي وفي نفس الوقت منعشه جدا ريحتها تديك انتعاش وحلو قوي وهنعمله بالشامبو مع بعض سلايم جامد حلو قوي بالشامبو في نفس الوقت لونه مدي على لون السيلفر كده حلوه قوي 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 عامل زي لون الشامبو بالظبط فكان عالمي بالنسبه لي وريحته تحفه انا بعشق سانسلك اصلا فعشان كده قررت ان انا هعمل النهارده وصفه السلايم من شامبو اللي انا بحبه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو مع بعض اول حاجه نص كوب من ماء آه عادي من ماء الحنفيه بعد كده معلقه من شامبو سانسلك وابتديت ادوبه والريحه بدات تطلع وكانت ريحته حلوه قوي بعد كده عندي قناع البشره انا بجيب قناع البشره ارخص قناع بشره يا جماعه ستاركي ده رخيص جدا فانا جبته جبت حوالي مثلا ب 6 جنيه ونص بتهيالي وانا قلت لكم قبل كده ان انا بجيبه بالجمله بجيب باكيت على بعضه فيه 6 قطع بيكون ايه بستة جنيه ونص لو هشتريه لوحده ساعات بشتري ب جنيه او ساعات بشتري ب جنيه لو محل غالي قوي انا بشتري من محلات مستحضرات التجميل او الصيدليات هاخد منه حوالي 3 معالق من قناع البشره ده 3 معالق تمام وهبتدي ادوبه كويس انا جايباه باللون الفضي عشان يطلع لونه لايق مع لون الشامبو اللي انا بستخدمه تمام ابتديت تقلبه كويس جدا 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 لحد ما كله داب وحسيت ان مفيش اي تكتلات تمام طبعا كان في اخر حبه في قناع البشره دولت فانا ما اسيبهم انا استخدمته كتير جدا في وصفات قبل كده فكان فاضل حبه فانا حبيت اقصه بقى وايه عشان ما فيه حاجه يعني بعد كده هبتدي احط المحفز والمحفز بتاع وصفة النهاردة انا روحت الصيدلية اشتريت محلول آآ ملحي يحتوي على بوركس من عند الصيدلية اشتريت كيس الكيس بخمسين قرش فيه بودر كده مكتوب عليه محلول ملحي مكتوب مكوناته يحتوي على بوركس تمام ممكن في بديل ليه اه في بديل برضو في الصيدلية اسمه محلول قلوي برضو كيس بستين قرش او بخمسين قرش من مكوناته برضو بيحتوي على بوركس تمام انا بجيب الكيس ده وبفضيه في كوب ماء وببتدي ادوبه واسيبه عشر دقايق يتفاعل مع الميه وببتدي انقط نقطه نقطه مع التاديب لحد ما يتحول ملمس السلايم الملمس اللي انا عايزاه ممكن احوله لمائي ممكن احوله لماط ممكن احوله سلايم بابلز كل الحاجات دي في ايدي حسب الكمية المحفز اللي انتوا هتضيفوه هيتحول معاكم للسلايم اللي انتوا عايزينه بصوا سلايم جامد جدا لونه حلو قوي ريحته حلوه قوي 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 وفي لمعه فظيعه فظيعه ومكوناته سهله جدا مكوناته بسيطة تقدروا تعملوه بيعمل أصوات روعة ايه رأيكم في السلايم الجامد ده يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفة سهلة ليكم. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك واكتبوا تعليق من تعليقاتكم الجميلة من وصفات السلايم الرائعة بتاعتكم عشان انا بستناها عشان انزل قريب جدا بوصفات المشتركين من وصفات السلايم الرائعة باي باي يا رب يكون الفيديو عجبكم باي باي